الأخبار من أون لايف. شهد الرئيس عبد الفتاح أسيس احتفال الدولة بعيد العلم، وخلال الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان البحث العلمي فن المستقبل، يوضح أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية بمصر. هذا وكرم رئيس عددا من العلماء وأوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية تقديرا لجهودهم العلمية. يأتي الاحتفال تأكيدا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية. وفي كلمة له على هامش الاحتفالية قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تعي وتقدر مكانة العلم والعلماء، مشيرا إلى أن الإنتاج والعلم هما ركيزتان أساسيتان في مسيرة التنمية. أن الدولة تعي تماما دور العلم والعلماء، وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم. ثانياً، إننا نؤمن بأن العلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها. ولا يمكن لأمة تطمح في مستقبل أفضل إلا أن تضع العلم الحديث في مكانه المستحق، إيماناً بأن هذا هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية شاملة. احتفلت مصر اليوم بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تم إنجازها في عام واحد لتقدمها مصر هدية للعالم. من جهة أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العام الحالي شهد بداية تعافي حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، وأوضح أن عائدات القناة بلغت في الفترة من مارس حتى يوليو من العام الجاري 2,167,000,000 دولار، بزيادة نسبتها 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. استقبل رئيس أركان الفريق محمود حجازي القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأكد الجانبان ضرورة استثمار جميع النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية. استمرارا للجهود المصرية الرامية لحل الأزمة الليبية، استقبلت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي السيد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والوفد المرافق له، حيث تم استعراض نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن ونتائج مباحثات فرنسا مؤخرا لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج المفاوضات، حيث أكد الجانبان استثمار كافة النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية. وقد أكد المشير خليفة حفتر على تقديره والشعب الليبي على الجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على كافة المستويات. ومن جانبه ثمن الفريق محمود حجازي جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، وأكد على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال حتى تكون ليبيا دولة موحدة خالية من التطرف، داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. انطلقت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الكويتي اليرموك 3 الذي يستمر لعدة أيام بمصر بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية، ويشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية. انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الكويتي المشترك اليرموك 3 والذي يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية. يشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية، حيث بدأ التدريب بعدد من المحاضرات النظرية والعملية والتي تساهم في صقل المهارات والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة. يأتي التدريب في إطار تعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين ودعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن المجموعة الاقتصادية ستناقش غدا الاثنين المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدا لإرسالها لمجلس الدولة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن انخفاض سعر الدولار مؤشر إيجابي، لافتا إلى أنه سيكون هناك انخفاض للدين العام وارتفاع لمعدلات نمو هذا العام بنسبة تتخطى 4%. كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره. كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزراء السياحة والثقافة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ أسوان لمتابعة جهود تطوير المناطق الأثرية. وبحث المجتمعون الإعداد لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية خلال الفترة المقبلة. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل متكاملة حول الفعاليات الثقافية الكبرى المقترح إقامتها خلال الفترة المقبلة. قالت الخارجية السعودية إن حل الأزمة السورية يجب أن يقوم على مبادئ مؤتمر جنيف واحد، مؤكدة دعمها للهيئة العليا للمفاوضات والإجراءات التي تتخذها لتوحيد صفوف المعارضة. وشددت الخارجية السعودية على أن الحل في سوريا مرهون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بتشكيل هيئة حكم انتقالي وصياغة دستور جديد. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري أحرز تقدما في بعض المناطق وسط وشمال البلاد واقترب من محافظة دير الزور. وأشار المرصد إلى تقدم وحدات للجيش السوري جنوب مدينة الرقة، حيث لم يعد يفصل سوى أقل من 4 كيلومترات عن مدينة معدان التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. آخر معاقل تنظيم داعش في حمص باتت في قبضة قوات الجيش السوري بعدما أحكم مسلح الجيش السوري سيطرتهم على مدينة السخنة واستعادتها من التنظيم الإرهابي. وتقع السخنة شرق مدينة تدمر بحوالي 70 كيلومتر، كانت تشكل معقلا رئيسا للمتطرفين الذين صمدوا أكثر من شهر داخلها رغم القصف الصاروخي والمدفعي والجوي للقوات الروسية الداعمة للقوات البرية. معارك عنيفة شهدتها السخنة على مدار الأيام الماضية مع مسلحي تنظيم داعش، الأمر الذي نتج عنه نزوح المئات من المدنيين شرقا باتجاه دير الزور. ورغم أن معركة حمص انتهت، إلا أن عمل خبراء الألغام ما زال جاريا بتمشيط المدينة تمهيدا لجعلها نقطة انطلاق لعملية عسكرية مرتقبة باتجاه دير الزور. وتعتبر السيطرة على مدينة السخنة نقطة تحول جديدة في المعارك مع داعش لمواصلة التقدم باتجاه دير الزور من جهة، وفرض حصار مطبق على بلدة عقيربات بريف سلمية. وتكتسب منطقة السخنة أهمية ثلاثية الأبعاد، فمن جهة تعتبر مفتاحا لمحافظتي دير الزور والرقة، وتسكنه قبائل عربية متعددة، فضلا عن كونها منطقة غنية بالغاز، ليحرم بذلك داعش من أحد أهم مصادر تمويله. دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قطر إلى فتح تحقيق مستقل لإثبات ما إذا كانت تقع تحت الحصار من عدمه. وقال الخليفة في تغريدة له على تويتر إن المسؤولين القطريين يصرون على استخدام كلمة حصار، وهو ادعاء غير صحيح وقلب للحقائق. نجحت قوة النخبة اليمنية بدعم من التحالف العربي في تضييق الخناق على مسلحي تنظيم القاعدة بعد سيطرتها على مديريات محافظة شبوة. من جهة أخرى، أكد تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي تعيق وصول الأدوية والأغذية لليمنيين، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات استهدفت ميناء المخا والمساعدات الإنسانية انتقاما لخسارة المتلاحقة. يأتي هذا فيما قتل 6 من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي ميداني، وإصابة آخرين في انفجار معمل خاص بصناعة وتركيب الألغام والعبوات الناسفة بمدينة ذمار وسط اليمن. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظير الأمريكي ريكس تيلرسون اجتماعا في العاصمة الفلبينية مانيلا على هامش فعاليات منتدى آسيان. ناقش الوزيران الأمور المتعلقة بالتعاون الثنائي فضلا عن الموضوعات المدرجة على الإجندة الدولية للبلدين بما في ذلك الأوضاع في سوريا. يذكر أن هذا اللقاء هو الأول للوزيرين بعد إقرار قانون العقوبات الأمريكي الجديد ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.